تنشكروا هاد المشاهد وعشرين حيت جيتوا عندنا وطليتو علينا وضربتو الطرقان بزاف وماشي ساهل الله يجي الانسان يطلع عليك حيت كاينين المعاناه هنا بزاف وتنشكروا جلاله الملك نصر الله والله, والله يشافي علينا والله يخليه وتنشكروا المحسنين بزاف اللي تعاونوا معنا وجابوا لنا ما نأكله ولكن بقى لنا حاجه واحده ما توصلناش بها هي الخيام حيت الناس دابا بيتها في الزنقه وانت راه تتشوف الحصاير والموانط اللي دايرين الناس الناس مكرفصه هنا وكاين اللي عنده الدراري الصغار وتايباتها في الزنقه والخير عطاها الله صراحه تقال الخير عطاه الله الله يخلف على المحسنين الله يخلف على المغاربه كاملين والله يخلف على الملك والبرد هنا راه قاصح البرد هنا راه قاصح الا تحت تلج البلاصه غادي يموت الناس كل شي ما غادي يبقى حتى واحد البلاصه الثلج هادي البلاصه اللي تيطلع الثلج ديما مي شحال من اكتوبر سير اكتوبر نوفمبر دو جانفير يناير ايه فبراير مارس فين غادي نحط كل شيء هاد الشهور ديال ديال البرد ولا هاد الشهور ديال البرد هادي فين غادي نسكن سبحنا ما غندوش على الخير الحمد لله الخير موجود انا دابا بغيت نتكلم على السيد العامل اللي في والله الله يجازيه بخير هو راه خدام الله يسهل عليه ولكن هاد الجماعه ديال ايد حد يوسف راه عطاونا الخيمة الدوار 96 كانون كيفاش غنديروا حنا 96 كانون نعسو في 12 متر كيفاش غنديروا الخيمة فيها 12 متر كيفاش غيديروا كيفاش غيديروا هاد الناس هادو هاد الناس هادو راهم كرفصة بزاف وبالنسبة لعملة شي شوا نساتنا في الخيام ومع ذلك حنا قراب للشانطي ماشي بعاد ويحطو لينا في الطريق يعيطو لينا حنا نهزوهم غنجمعوا الدوار العيالات وكذا ونمشيو نهزوهم غير يجيبوهم لينا غير فين يكونوا الدراري كيفاش ما غاديش يبقى فيك الحال الا كانوا كانوا الناس كيقولوا يقولوا يا ربي ترحمنا يا ربي تجيب لنا الشتاء ودابا الناس كيدعوا كي يا ربي ما تكون شتا على اساس غير باش ما باش ما يتكرفش ما كان نشول على الديور راه الديور مشاو كان سقسا فين غادي نسكن الا تاع الثلج والشتا كلو غادي نموت كنطلب الله كنطلب الله سبحانه وتعالى يشوف من حالتنا وقدر الله ما شاء فعل